شكرا السيد النائب المحترم جوابا على سؤالكم يشرفني ان اؤكد ان كما تعلمون فمدونه التغطيه الصحيه في مادتها الخامسه فتحت الامكانيات للتمديد التمديد الاستفاده المنخرطين في نظام التامين الاجباري الاساسي على المرض الابوين شريطه ان يتحملا واجب الاشتراك المتعلقه بهما تفعيلا لهذا المقتضى اللجنه بين الوزاريه تدارست لقيادة الإصلاح منظومة التغطية الصحية واللجنة المتفرعة عنها تدرس هذا الموضوع وتم التركيز خلال في مرحلة أولى على تحديد كيفية استفادة مؤمني القطاع العام في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في خدمات نظام التأمين الإجباري على المرض على أن تتم في مرحلة ثانية دراسة كيفية استفادة باقي الأشخاص الدراسة التي أنجزت بينت أن عدد المستفيدين المحتملين لهذا التمديد سيتراوح ما بين 50 و 100 ألف آه مستفيد أكدت كذلك على الطبيعة التضامنية لهذا التمديد ثم أكدت كذلك على إجبارية استفادة أبوي الشخص الخاص بالتأمين الإجباري على عن المرض شريطة ألا لا يكون خاضعين لأي نظام إجباري آخر الحكومة هيئت مشروعا قانون في هذا الموضوع وهو الآن في مجلس المستشارين وعلمت أنه ستتم برمجته يعني قريبا لكي يخرج الى حيز الوجود والمرسوم المتعلق بالتطبيق هو جاهز ننتظر مصادقه مجلسكم عليه ان شاء الله